كلا، من الأفضل ألا يكون مخدوشاً. هل سمعتي عن استخدام غطاء حماية من قبل؟ لكن شكله ممل. تفضيلات شخصية. أعلم، إن أردت غطاء حماية لطيفة للغاية، استخدم قلم الطباعة ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم. أيمكنك تخمين ما أصنعه الآن؟ سأعطيك تلميحاً، يحتوي على كثير من الألوان. من الجيد أن لدي كل الألوان هنا. والآن الأخضر، يتطلب هذا الكثير من الخطوط. وبعد الأخضر، أعتقد أنني سأمزجه بالأزرق الجميل. تفقد هذه الخطوط الجميلة. كدنا ننتهي، لكن كيف يمكن أن أنسى ضوء الشمس؟ سيبهج هذا أي شخص. وفور جفافه، ضعه على هاتفك. تفقدي غطاء حماية هاتفي، لم يعد مملا بعد الآن، أليس كذلك؟ أنا فخورة بك، لنعود إلى العمل.